اهلا بكم. النهارده هنتكلم عن فيتشر جديده في السيستم سنتر كونفيجريشن مانجر 2016، هي الاوتوماتيك ابديتس. زمان لما كنت تحب تعمل ابديت كنت محتاج تعمل داونلود مانيوال للابديت باك، بتخش على كل سيرفر بتعمل ترتيب معين وتعمل السيت اب بنفسك مانيوال. لو دخلت على الادمنستريشن كلاود سيرفيسز ابديت اند سيرفيسنج، هيقول لك ايه الابديتس الافيلابل دلوقتي فيك. زي ما انتم شايفين في 16.10 وبعد كده 16.06 هوت فيكس. زي ما انتم شايفين هو اوتوماتيك بيعمل داونلود لوحده. لو جينا هنا في ال اس بي سي سي بروجرام فايلز كونفيجريشن مانجر ايزي سيت اب بيلود، هنلاقي هنا الاثنين باكج الهوت فيكس والويندوز ابديت. لو فتحنا نفس الواحدة هتلاقوا فايلز بتاعت السيت اب بتاع الكونفيجريشن مانجر هي بتاعتنا، وكأنك كنت جايب سي دي وهتلاقي حجمها حوالي 1700، كأنك جبت سي دي جديد. وحتى الابديت فايل اللي كنا عاملينها مانيوال داونلود موجودة هنا هي معانا. فكده انت تقدر حتى تستخدم الباكج دي تسيت اب سيرفر جديدة، مش محتاج تعملها داونلود كل مرة. سوري، والكونفيجريشن مانجر 16.10 هو هيخلص داونلود. بعد ما يخلص داونلود هنبتدي نشوف ايه الستبس اللي احنا ممكن نمشيها علشان، او خلينا قبل ما يخلص داونلود خلينا مثلا نيجي هنا على 16.06. اللي بيحصل اللي انت بتقول له ران بريكود تشيك، هيتشيك يشوف لو الابديت ده نزل هيحصل مشاكل ولا لا، او في حاجات هتمنع الابديت. مثلا يعني لو انت كنت بتعمل مايجريشنز فانت مش هتقدر تعمل ابديت السيرفر والمايجريشن شغال، لازم تستوب المايجريشن. فهو لما يخلص البريفت تشيك ممكن تشوف شو ستاتس هنا، يجي هنا تقول شو ستاتس، هتلاقي بيتشيك على الابلكيشن وعلى البريفت كل حاجة موجودة. وبعد كده هنبتدي في عملية الانستليشن. هو مجرد بس هيخلص التشيك هيقول لك هنا خلاص شيك، وبعد كده هنقدر نقول له انستول. نفس الخطوات هي اللي هتحصل على 16.10. خلينا نستنى لغاية ما الشيكن بيخلص ونرجع تاني للفيلم. زي ما شايفين دلوقتي بيقول لي البري ريكويست تشيك فولت. نفس الكلام اللي هيحصل تحت لو 16.10 انا كنت قلت له يلا تشيك، اللي هيحصل دلوقتي هقول له انستول ابديت باك نيكست، اكسبت اللايسنس تاب، نكست نكست خلاص. عشان تتابع الستاتس بتاعت الابديت هتيجي هنا شو ستاتس، شو ستاتس هتلاقي الداتا ماشية معاك. هو دلوقتي وصل لفين وايه الستبس اللي بعد كده في الابديت. هتلاقي دلوقتي هو بدأ في الانستيتيوشن. يبقى انا بس في الحتة ديت ان احنا هنشوف ايه الاكشنز اللي هتحصل بعد ما الانستيتيوشن يخلص. وتاني حاجة لما بنختار ال 16.10 الابديت بتاعه في ستيب اضافية، واحنا في ال GUI لما هنيجي نقول له انستول ابديت باك، اللي هو نقدر نسلكت كوليكشن معينة نتست عليها البرفورمانس الاول قبل ما ندبلوي ال configuration manager ده لكل الناس. فانا بس استنى الابديت يخلص وده يكون الشيء بريكوزيتس انستول خلص، وبعد كده نكمل فيديو ان شاء الله. فضلت اعمل ريفريش لغاية ما وصلنا هنا اللي احنا تلاقينا السيرفيس خلاص انستولد وكل حاجة تمام عند نهاية. هقول اوكي. المفروض لو جيت هنا في الادمنستريشن هتلاقيها المفروض هنا انستولد. خلينا نقفل الكونسول ونفتحه تاني، هيقول لك في ابديت موجود جديد على الابديت اند سيرفيس نود اللي هو 16.10، خلاص حصل له داونلود وتقدر تعمل له سيت اب. اوكي. لو انت شغال الكونفيجريشن مانجر كونسول على اي جهاز تاني هتلاقي يطلع لك بوب اب يقول لك في ابديت موجود للكونفيجريشن مانجر كونسول، تحب تسطبه ولا لا؟ عشان احنا نفس السيرفر فالكونسول حصل له ابديت اوتوماتيك واحنا شغالين على السيرفر. لو جيت هنا ادمنستريشن كلاود سيرفيس ابديت اند سيرفيسنج وهاجي بقى المره دي ابديت ده المفروض الاول
المفروض برضه تعمل ران بري كده تشيك الأول أو تقول له انستول أبديت باك، هيقول لك عن البريكوزيس الأول ولا لأ، أو إجنور. عاوز تضيف فيتشرز جديدة إيه للكونفيجريشن مانجر؟ كل الكونفيجريشن مانجر ريليز بيبقى فيه أربعة أبديتس جديدة بتنزل، مثلا في 16/10 هننزل مانج أبليكيت هارد أيدنتيفاير، مثلا في الماك أو يبقى فيه إكستنشن كده بتوصل على بتستخدمه عشان النتورك، بحيث إن أنت لما تيجي تعمل أوبريتنج سيستم ديبلويمنت تعمل ديبلويمنت على الماشين بتستخدم الأدابتر ده، عشان ده هو اللي هيوصل النتورك للماشين دي. فلو أنت استخدمت الأدابتر ده لنفس كذا ماشين فهيبقى نفس الأي دي موجود لكل الماشين، فأنت عاوز تمانج الكلام ده فبقى فيه فيتشر موجودة في الكونفيجريشن مانجر. الكلاينت هتحب تعمل فاليديت الأول على الكوليكشن ولا هتأبديت من غير فاليديشن؟ اللايسنس تيرم موافق اوكي، نفس الستبس اللي حصلت قبل كده في 16/06. وزي ما احنا شايفين في الاوتوماتيك ابديتس بتسمح لك ان انت وانت شغال على السيرفر عادي هو بيعمل انستول في نفس الوقت من غير اي مشاكل.